أظهر مقطع فيديو مصور متداول قيام السفير العراقي ببيروت بمنع مراسلة قناة العراقية من أداء مهامها لتغطية زيارة وفد عراقي رسمي معني بالطاقة. وقام السفير حيدر البراك باقتحام موقع التصوير ورئيس الوفد علاء الساعدي والأعضاء الآخرين بعيدا عن المراسلة التلفزيونية ريما حمدان في محاولة منه لمنعها من أداء مهامها لتغطية الزيارة التي يترتب عليها مساعدة العراق للبنان من أجل حل أزمة الوقود هناك. أوضح مدير مكتب العراقية في بيروت أن الشبكة بصدد رفع دعوى قضائية على السفير لمنعها من أداء مهامها، والسفير يمثل الحكومة العراقية في لبنان مع الإشارة إلى نية عدد من النواب تقديم طلب للحكومة العراقية لسحب أوراق السفير على إثر هذه الحادثة. مقطع الفيديو الذي سنشاهده الآن لاقى رواجاً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وأحدث جدلاً كبيراً. لنتابع كيف منع السفير العراقي المراسلة الصحفية من أداء واجبها في موقع الحدث. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا اليوم ضمن الوفد الرسمي العراقي لمتابعة عملية الاتفاق بين العراق ولبنان في مجال لحظة. ورئيس الوفد موجود. رئيس الوفد موجود. لو سمحت. ما انا ما خصني. نحن موجودين بوزارة الطاقة اللبنانية ورئيس الوفد إذا ما بده يحكي مستعجلين هذا النقاش مع الوزير. نحن عندك بوزارة الطاقة وصار إذن ترفض جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق التصرف الذي صادر من السفير العراقي ضد مراسلة الشبكة العراقية، وعدته انتهاكا لحرية العمل الصحفي والإعلامي ومخالفة دستورية واضحة وأسلوب لا يجب أن يصدر من دبلوماسي. وتقف الجمعية مع المراسلة في المضي بالدعوى القضائية ضد السفير لمنع تكرار انتهاكات مماثلة ضد الصحفيين. كما ادعت الجمعية أيضا وزارة الخارجية دعتهم بفتح تحقيق بالحادثة مع السفير لمعرفة الأسباب الذي دفعته للقيام بهذه التصرفات التي اعتبرت مخالفة للدستور، في حين كانت هناك موجة كبيرة من التعليقات حول ما حصل. نبدأ تلك التعليقات مع ضرغام أسد. يقول ضرغام في تعليقه عن حادثة منع السفير العراقي للمراسلة من إجراء اللقاء التلفزيوني، يقول هو السفير المفروض يمثل ثقافة وحضارة بلده وواجهته الثقافية، والمفروض هم يعني يكون ماخذ دورة بالدبلوماسية والعمل الدبلوماسي وما يخجلنا بهاي الطريقة وبهذا الشكل. خزيتونا بين العربان والله. أيضا هناك تعليق من ماجد حسين يقول ماجد الصحفيين الله يساعدهم يومية واحد ضدهم، مرة اعتقال مرة سجن مرة عقوبات وأوامر إلقاء قبض، عدا الدفرات اللي ياكلوها من يصير مؤتمر صحفي وتكسير للكاميرات والانتظار الطويل لحد ما ياخذون تصريح. أيضاً هناك تعليق من حيدر العسكري يقول في تعليقه أعتقد هم نفسهم ما مقتنعين بهيك مبادرة لأن لازم بها فساد مالي في مجال تطوير العلاقات على حساب المواطن الفقير اللي ما عنده لقمة عيش يسد بها رمقه. حيدر أيضاً له تعليق، يقول حيدر في تعليقه لا حبي غلط هاي وفدين رايحين كل واحد وفدين رايحين كل وفد ما يدري بالثاني ويردون يلتقون بالوزير. رئيس الوفد سوى ويا صحفية لبنانية لقاء وإجا رئيس الوفد الثاني منع. تخيل وفدين رايحين واحد ما يدري بالثاني. براء نجيب أيضا علق فقال هنا هو يمارس دور حارس أو بواب أو بوديغارد، لا يعي أنه سفير يمثل بلد وعليه أن يتحلى بالأخلاق والأتكيت، لك الله يا عراق. وسام كريم أيضا علق فقال أتمنى هذا السفير أو الوزير يمي هناي ومراسل من مراسلي صوت النرويج يجري الحوار ويرد علينا بهذا الرد أو التصرف أو يفكر مجرد تفكير
أنه يطرد المراسل من القاعة.